معانا دينا من اسيوط، اتفضلي يا دينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي. لو سمحتي، هو مرات عم جوزي حلمت حلم. حلمت ان انا جبت ولد، وحلمت ان هو نايم في سرير. ان انت جبتي ولد وهو نايم في سرير؟ لا، وهو نايم جنبي على السرير. تمام، كملي يا دينا، كملي. طب ما تخليها هي تتكلم يا دينا بدل ما انت ما تتكلمي، هي هتعرف تفصل، هي هتعرف تشرح الحلقه اكتر منك. ماشي، انا بحب كده لان اللي شاف المنام يقدر يعبر عنه اكتر من اللي بيحكي. يا جماعه في حاجات بتقع في النص بتدي اختلاف. هي قاعده في بلد وانا قاعده في بلد. تمام، مفيش مشكله. طيب معاكي يا دينا. هي انا رحت لها وسالت لي، فانا شفت. طب كملي، معاكي. هي حلمت كده، وحلمت جنبية كتاب وعليه دايره، والدايره دي مقسومه نصين، وحد قال لها حط الولد على الكتاب. حطي الولد، يعني حطي الولد على الكتاب. تمام. فانا عايزه اعرف يعني تفسير الحلم. لا والله يا دينا، هو ولادة والله اعلم. حاضر، انا هفسر لك. الولد في الرؤيه انك انت تجيبي ولد، انت عندك مشكلة في حياتك، المشكلة دي حد هيقعد وهيحلها لك ويديكي شقين من الحلول. انا معرفش طبعا هي ايه المشكلة، بس عندك مشكلة. الولد في المنام انك انت تولدي ولد غير البنت، البنت فرج ودنيا، الولد هم ومشاكل. فانت دلوقتي تواجدت عندك مشكلة، المشكلة دي حلها في حاجتين، واللي هيحكم بينك هيقول لك تعملي ايه، وغالبا هيبقى من كتاب الله عز وجل. ايه هو؟ الله اعلم. هيبقى الحل عندك من كتاب الله عز وجل، هيقول لك اما الشرق واما الغرب. ايه هو؟ العلم عند الله.